Welcome back. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية بالقناة بالدرس الثاني من سلسلة التأسيس من الصفر للمبتدئين Level 1. Did you study well? إذا درستوا الفيديو الماضي خبرونا بالتعليقات. نحن آخر مرة وصلنا ل Page 7. خلصنا Page 6. في عنا Page 7 بالكتاب اللي حملتوه PDF اللي هو Cutting Edge. في عنا حوارات نمليهم بأحد هدول الكلمات I, my, you, your. طيب في عنا الشخص الأول A, الشخص الثاني B. What's فراغ name please؟ الشخص الثاني بيقوله Abdul Hussein. Abdul Hussein. طيب هون بهالفراغ شو لازم نحط أحد هدول الكلمات؟ هل بدنا نضيف ضمير فاعل؟ ولا بدنا نضيف صفة ملكية؟ شو بدنا نضيف يا ترى؟ طيب نطلع على هاي الكلمة name، هذا اسم شخص عم نحكيه، عم نطلب منه يقولنا شو اسمه. إذا ما اسمك، ما اسمك؟ إذا أي وحدة لازم نحطها؟ What's your name؟ What's your name? What's your name? What's your name? Abdul Hussein. Abdul Hussein. هاي بالنسبة للتمرين A. هلا المحادثة B. الشخص الأول هني صبيتين عم يحكوا مع بعض. الصبية الأولى عم تقول هاي فراغ مارتينا. What's فراغ name؟ طيب في عنا هون فعل كون am، فعل الكون am شو لازم يجي قبله؟ هل لازم يجي ضمير فاعل ولا صفة ملكية؟ أكيد ضمير فاعل، لأن ضمير الفاعل بيجي بعده فعل الكون. إذا لازم نحط بالفراغ I'm Martina. أنا بكون مارتينا. What's فراغ name؟ كمان مارتينا بدها تعرف على اسم الصبية الثاني. What's فراغ name؟ ما اسمك؟ إذن what's your name؟ إذن صارت الجملة كما يلي. Hi, I'm Martina. What's your name؟ What's your name؟ في شو بترد لها؟ بدها تجاوب عن حالها، بدها تقول اسمها، بتقول فراغ names. طبعا هي اختصار للإز. Vanessa، بدها تقول أنا اسمي Vanessa. إذا شو لازم نحط؟ إذا بدنا نحط هون صفة ملكية، اسمي أنا Vanessa. إذا my name's Vanessa. My name is Vanessa. المحادثة C. Hello. Are فراغ Mr. Bellini? Are فراغ Mr. Bellini? عم يحكي مع الشخص المقابله. Yes, that's right. That's right. إذا مرحبا، هل فراغ سيد بليني؟ أكيد عم يحكي إلو، عم يوجه له الحكي، فعم يقوله هل أنت السيد بليني؟ فبيقول الشخص الثاني نعم ذلك صحيح. إذا بالفراغ شو لازم نحط؟ فكروا think well. إذا نحط are you ضمير الفاعل you. إذا are you Mr. Bellini? Are you Mr. Bellini? Yes, that's right. المحادثة دي الشخص الأول دخل على الغرفة فعم يقول hello. فراغ names Peter Gregory. Hello. فراغ names Peter Gregory. فشو لازم هون نحط بالفراغ؟ اسمي Peter Gregory. اسمي أنا. إذن صفة ملكية my names Peter Gregory. فالصبية الموجودة بالغرفة شو بتقول؟ Hi. فراغ أندريا مارتن. Nice to meet you. مرحبا فراغ أكون
أندريا مارتن، سررت بلقائك. إذا هون بالفراغ شو بدنا نحط؟ I، ضمير الفاعل I، I'm. إذا صارت المحادثة، Hello, my name's Peter Gregory. Hi, I'm Andrea Martin. Nice to meet you. أصدقائي لا تنسوني من الدعم. Don't forget to like, comment, share and subscribe. شكرا لكم على المتابعة وإن شاء الله بشوفكم الفيديو القادم.